واكيد لما يكون في كل التسهيلات دي موجوده وكل الامكانيات لازم برضو اكيد في اداره. معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ محمد غرابه نائب رئيس نادي انبي والمشرف العام على قطاع الناشئين بنادي انبي. تحياتي ليك يا استاذ محمد. كابتن اسامه ازي حضرتك اخبارك ايه؟ تحياتي الكابتن محمد اسماعيل ايضا. تحياتي ازيك يا استاذنا؟ كل سنه وحضرتك طيب. لسه سايبه حالا والله يا كابتن. على طول متواجد في قطاع الناشئين لسه طبعا. ما بيسيبش القطاع. والله ربنا يبارك لكم كده وكلام جميل يا محمد والله وبرنامج جميل يا كابتن اسامه انا بحييك عليه لان ده اول برنامج. لا انا بس عايز اقول لك حاجه كابتن اسامه غرابه من الناس اللي هو فعلا حد محترف جدا وفاهم جدا وبسندنا بطريقه بصراحه جميله جدا على طول في اي مشاكل للقطاع او حاجه تلاقيه اول واحد موجود وبيحاول يحلها وقريب حتى من اللعيبه كمان دي حقيقه يعني فهو من الناس. خلي بالك انا شهادتي هتكون مجروحه في سمعتك. لا انا هو من الناس اصدقائي المقربين جدا وعارف طبيعه عمله وطبيعه على فكره واهتمامه دايما وحبه لنادي انبي. لا هو طبعا بيحب النادي جدا وبيحب القطاع خاصه هو المهندس مصطفى النادي اللي بوجه له تحيه من هنا وهو وكل الاعضاء المجلس شريف ابو الغيط وعصام زيدان وعمرو ماجد نجاتي والاستاذ مصطفى الامير يعني المجموعه كلها فانا بحييهم من هنا يعني. يا استاذ محمد اكيد في تنسيق كبير ما بين الاداره وما بين كمان قطاع الناشئين. التنسيق ده شايفين نجاحات كبيره منذ انشاء قطاع الناشئين بنادي انبي من 2002 ل 2021 دلوقتي. كابتن اسامه اول حاجه بس انا بحييك على البرنامج اللي انا الجميل اللي انت عامله بصراحه ودي حاجه بتسلط الضوء على 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 الناشئين بوجه عام في مصر وده يعني ده دي حاجه احنا محتاجينها جدا 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 حتى المفروض دي تبقى مسؤوليه الاتحاد الكوره ان يبقى فيه تسليط الضوء على قطاع الناشئين في جميع الانديه بسبب بسيط جدا لان الناشئين هي ده العمود الاساسي بتاع الفرق القوميه وبتاع الانديه كلها فمن من 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 تطوره او عرض مشاكله او ظهوره الاعلامي ده هيفيده بشكل ايجابي جدا 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 فانا بشكرك نمره واحد على البرنامج الجميل ده وربنا يوفقك دايما كده ان شاء الله وتبقى في تطور مختلف. ربنا يخليك. التنسيق بقى الكبير اللي بيتم بين الاداره والمسؤولين في انبي وكمان قطاع الناشئين ما شاء الله بقول لك في نجاحات كبيره لسنوات طويله في هذا القطاع. النجاحات كمان ما شاء الله عائد بالملايين بالنسبه لنادي انبي. بص انا مش يعني طبعا الاداره من اول ما ابتدى النادي اللي هي كانت مهتمه جدا بقطاع النادي لان هو ده البذره الاساسيه لاي اول ما نقول عنه. صحيح. تمام؟ فاهتمامنا بيه كان من البدايات خالص يعني احنا من اكثر الانديه المهتمه بقطاع الناشئين في مصر بالذات تمام؟ فبشكر جميع الادارات السابقه والحاليه كمان احنا في المجلس الحالي بنهتم جدا بالقطاع ده لان احنا ربنا كرمنا في السنتين او الثلاثه الاخرانيين ان احنا النهارده الفريق الاول مطعم بعناصر لا تقل يعني عن عدد مثلا 10 او 11 لاعب مقيدين في الفريق الاول يتلعب فيهم دلوقتي حالا اساسي على الاقل اربعه او خمسه منهم بيلعبوا اساسيين فده كان 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 كان, كان يعني بسبب شيء فهو بسبب التكاتف اللي احنا بنتعامل بيه وبسبب الاداره كلها ان احنا ورا كابتن محمد ورا قطاع الناشئين ان ربنا يكرمنا دايما ونطلع ذخائر ولاعبين من الطراز الاول في مصر وفي نادي انبي وفي الانديه كلها. ما شاء الله يعني في نجاحات كبيره وزي ما بقول لك يا استاذ محمد يعني قطاع الناشئين بنادي انبي بيحقق نادي انبي ملايين الملايين. ابرز المشاكل اللي انت بتشوفها وانت يعني مشرف عام ومتابع جيد كمان لقطاع الناشئين بنادي انبي، ابرز المشاكل اللي انت يعني بتشوفها ونفسك يتم تطويرها في هذا القطاع. والله يا فندم انا يعني كابتن اسامه هي المشاكل دي على 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 المستوى العام احنا عايزين نتطور لان موضوع التطور ده بحر واسع جدا. حقيقي. تمام؟ يعني ابسط مثال احنا كنا بنفكر فيه والاداره كلها كانت بتفكر فيه ان احنا نعمل تاهيل نفسي، ندخل تاهيل النفسي للعيب. ندخل اللغه للعيبه اللغه كويس قوي انت عندنا مشكله عشان اللعيب لو احترف بعد كده بالظبط مشكله قويه جدا ان انت معظم اللعيبه عندنا ما يعني مش هنقول ان هي بتعرف لغه ثانيه ولكن اللغه الثانيه ده بقى شيء وارد شيء اساسي عشان تسهل على اللعيب الموضوع الاحتراف دي حاجه ثاني حاجه ثالث حاجه النظام الغذائي يعني انت عايز حاجه تبقى مانيوال لان انت النهارده لو احنا اتكلمنا في شروط الترقيص بتاعه الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي بيبقى ليهم كريتيريا معينه لازم تتطبق فلازم النهارده الاتحاد يفرض على كل الانديه ان الشروط دي لازم تتطبق لانها تتماشى مع التطور الطبيعي
بالنسبه للاحتراف للانديه المحترفه في العالم كله وما يمثلها وما يطابقها في قطاع الناشئين. فالحاجات البسيطه دي كلها احنا بنواجهها لان احنا ما عندناش الامكانيات، مش ما عندناش الامكانيات الماديه، ولكن ما عندناش المؤهلين ان هم يعملوا حاجه زي دي. فعايزين نبقى فيه نوع من انواع التطور ونوع من انواع الاضافه للقطاع في الحاجات اللي بتساعد اللاعب ان هو يتاهل ان هو يلعب بره ويحترف. زي محمد صلاح، يعني محمد صلاح هو علم نفسه بنفسه. احنا مش المفروض ان اللاعب هو اللي يعلم نفسه بنفسه، المفروض ان يبقى النادي المسؤوليه الاجتماعيه بتاعته والمسؤوليه المهنيه بتاعته ان هو يعلم اللاعب عشان يعرف يحترف بره. لان احنا عندنا كنز في مصر كلها، مش بس في قطاع الناشئين بتاع نادي انتي، احنا عندنا كنز كبير جدا جدا من اللعيبه، فاهم، بتهدر وبتروح عشان حاجات صغيره بالشكل ده. وانا بعتبر قطاعات الناشئين في الانديه منجم من ذهب. اخيرا يا استاذ محمد، شايف اعتماد الكابتن حلمي طولان ما شاء الله على 11 لاعب من قطاع الناشئين ده شيء عظيم وشيء يحسب للقطاع، اعتماده على 11 لاعب للفريق الاول شايفه ازاي؟ ده استراتيجيه يا فندم، وهي دي بقى دور الاداره في القصه دي. حضرتك النهارده حضرتك المدير الفني لما تيجي تتفق معايا تقول له احنا عندنا كنز ده، احنا عندنا 1 2 3 4 هنطلعه لك في المراكز الفلانيه، عندنا انت البديل بتاعك، احنا عندنا بنعمل بديل 1 و2 و3 في كل مركز من القطاع، وبيطلع وبيثبت جدارته وبنعمل معاه عقود وبيلعب كمان. فاهم قصدي؟ فطبعا ده انجاز ان انت تلعب. احنا ابسط مثال كان ماتش بيراميدز اللي احنا تعادلنا فيه، كان في 8 من الناشئين بيلعبوا. وده شيء يحسب للقطاع طبعا. طبعا طبعا يعني مجهود وراه شغل كتير جدا 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 جدا، لا يقل اهميه عن الفريق الاول، مجهود كتير جدا ومبذول بصراحه، بنتعب فيه جدا وبنحل مشاكل وبنطور وبنحاول نطور فيه عشان نقدر نواكب حتى الانديه المحترفه خارج مصر. وان شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى امس دايما في الصداره في قطاع الناشئين، وده بمجهود برضه كابتن محمد اسماعيل وكل اطقم العمل، وبشكرهم من البرنامج عند حضرتك، وبشكر الاداره اللي بتدينا الدعم كله كامل عشان نعرف نطور القطاع ونعرف يبقى على المستوى ويفضل على نفس المستوى بتاعه زي ما هو موجود باذن الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد غرابه، نائب رئيس نادي انبي والمشرف العام على قطاع الناشئين.